إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد دائما من مدينة الدار البيضاء. هذه المرة اخترنا نتكلم لكم على واحد السيد اللي كلنا المغاربة كنعرفوه، النفار. النفار وما أدراك ما النفار. النفار اللي كيفيقنا للسحور بداك الصوت وبداك الكلمات اللي كيقول، وبداك الصوت ديال النفار، ديك الآلة اللي كيكون هاز في يديه. واش باقي كيدوز عندكم في الدرب ولا ما بقاش، خصوصا دابا في زمن كورونا؟ صراحة انا هذيك اكثر من عامين ما شفتوش، يعني هذا رمضان مازال ما شفتوش، رمضان اللي فات ما شفتوش، رمضان اللي قبل منه حتى هو ما شفتوش. مشاهدينا الكرام، نتمنى انكم تفاعلوا معنا في هذا المباشر وتقولوا لنا واش باقي كيدوز عندكم النفار من الحي ديالكم باش يفيقكم للسحور او لا. وقبل قراءة التعاليق ديالكم، اخترنا اننا نكتبوا واحد المقطع، واحد السطور في حق هذا السيد المسمى النفار. النفار كان له حضور قوي في شهر رمضان، مزمره الطويل في إيقاد الناس في ساعات متأخرة من الليل من أجل تناول السحور. رجل وقور يتجول في الشوارع والأزقة مع إطلالة شهر رمضان، وكان سكان الأحياء الشعبية في المدن يعتمدون في تناول السحور فترة قصيرة قبل أذان صلاة الصبح على سماع صوت النفار. لم تكن مهمة سهلة، بل الأمر يخضع لشروط، أولها الوعي بجسامة المسؤولية المرتبطة بإحدى الطقوس الرمضانية التي يبدأ بها الصوم، وهو السحور الذي له فوائد كثيرة، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وتتطلب هذه المهمة، يعني مهمة النفار، قدرة جسدية وتحمل مشقة الطواف عبر الأحياء والأزقة، على الرغم من أن الوسائل الحديثة أثرت على النفار وجعلت دوره في طريق الانقراض، فإنه لا يزال يتمسك بعاداته وما زال مرتبطا بقلوب الناس. بالفعل أنا شخصيا ما كنتش نتلاقى معه، ما كنتش نشوفه، لأن كيذكرني بواحد التاريخ قديم، خصوصا في هذه المنطقة هذه. علاش جيت وقفت هنا وتعمدت نوقف هنا؟ لانني هنا كنت كنشوف هذاك السيد، كنت كنشوف النفار في هاد المناطق، يعني درب السلطان، الحبوس. قلنا وعلى الرغم من ان الوسائل الحديثة اثرت على النفار وجعلت دوره في طريق الانقراض، فانه لا يزال يتمسك بعاداته وما زال مرتبطا بقلوب الناس، ورغم أنه يدرك أن الناس لم تعد في حاجة إلى صوت مزماره، إلا أنه يفعل ذلك من أجل الحفاظ على هذا الموروث الشعبي من الاندثار. إذن اخترنا لكم أننا نتكلم على النفار. وبغيناكم تقولوا لنا واش باقي كيدوز من الاحياء ديالكم او لا. اذا غادي نبداو في قراءه التعاليق ديالكم. توفيق توفيق، مازال راها عندكم كورونا؟ بالفعل مازال كورونا.
الحسن المهدي لعريج، كاين غير الفارغونيت. حتى الفارغونيت راه كتأدي الدور ديالها، وكان ما كانش الفارغونيت ما غاديش نشعروا بالأمن والأمان اللي كنعيشوا فيه والحمد لله في هاد البلاد. ديسپونيبل كليون، تحياتي لك، شكرا. إذن بما أن رسائل قليلة غادي نحاولوا نديروا واحد الجولة هنا في درب السلطان، على الله وعسى نتلاقاو مع النفار، خص واخا الوقت ديالو راه مازال ما وصلش، ولكن ربما يكون في شي بلاصة، يكون كيستعد في شي بلاصة، يكون جالس في شي بلاصة، يكون كيقاد هذاك المزمار ديالو كيف قلنا في شي بلاصة، ربما نصادفو. غادي نديرو واحد الجولة في منطقة درب السلطان، في منطقة الحبوس، لأن هنا كنعرف بأن النفار من هنا كينطلق، كيكون جالس هنا حدا هاد المسجد، ومنين كيقرب الوقت ديال السحور كيدخل الأزقة والدروب ديال درب السلطان. جولة في منطقة درب السلطان، علنا نلتقي بالنفار، وهي مناسبة الناس اللي كيسكنوا ولا كانوا كيعيشوا في هذه المنطقة ديال درب السلطان وتحولوا أو بدوا كيسكنوا في مناطق أخرى باش يتذكروا هذا الحي.
الطاقة تذهب السلطان. نحاول ندخلو وسط أزقة درب كبير علينا أن نلتقي بالنفار. إذن هي رحلة للبحث عن النفار اللي شافو ولا عرفو فين كاين باش ناخدو معاه شي جواب قصير. يخونا عليه فين كاين ويحاول يبعد لنا الصورة ديالو الحي ديالو. المقابلات ديال الكوغا ما كاين نفار، هذا ما يظهر. نتواجدو بوسط حي درب الكابير، يعني هادي هي الأحياء الشعبية اللي معروف أن النفار كيدوز منها، ولكن لحد الساعة ما كاينش أو أننا لم نصادف.
اذا كانت هذه جوله للبحث عن النفار. النفار ما كاينش اللي كيدوز من دربهم ولا كيعرفوا فين كاين، يقولنا فين كاين، واخر سؤال غادي نطرحو، واش نتوما كتبغيو النفار يدوز من دربكم او كتشوفوه شيء مجهز، يعني واحد السيد اللي غادي غير يبسطك تقدر انت تقول ما باغيش نوض ولكن عندك الصوت ديالو غادي يفيقك. إذن الى هنا ناتي الى نهايه هذا المباشر، شكرا لتتبعكم، نزهه قبل ما نسالي وقالت نزهة طويل قالت لك حنا سيدي سليمان عندنا الغياط، الغياط هو النفار عندو ترغياط كيقولو النفار، كاين واحد الناس كيسميوه الغياط.